خلونا نذهب إلى المنتخب الوطني وننتظر طبعا لقاء السنغال 24 مارس، والتصريحات من اتحاد الكرة تتحدث على أن أو على أن المباراة ستقام على استاد القاهرة بحضور الجماهير. معي على الهاتف الأستاذ عامر حسين، عضو مجلس إدارة طبعا اتحاد الكرة ومسؤول لجنة المسابقات في رابطة الأندية. أستاذ عامر مساء الخير. مساء الخير أستاذ حضرتك. دلوقتي إيه الوضع بقى؟ هل تحدد فعلا إن المباراة ستقام في على استاد القاهرة؟ ما استذكروش الجهاز الفني طلب إنه يلعب على استاد القاهرة. بس ده بيتطلب طبعا موافقات أمنية، فهل حصلنا على هذه الموافقات؟ طبعا هنبعت الجهات المعنية كلها ووزارة الداخلية عشان يحددوا عدد الجمهور اللي هيحضر وطريقة دخولهم وكل الأمور الاحترازية والإجراءات العادية بتاعت المباراة الهامة كلها إن شاء الله. طيب يعني إحنا دلوقتي خلاص على استاد القاهرة وإحنا بنسميه استاد الرعب الإفريقي، يعني أهمية استاد القاهرة في رأيك إيه أستاذ عامر؟ والله في ارتباط بينه وبين الجماهير كلها، جمهور الكره المصريه شاف تاريخ من البطولات وانجازات حققها المنتخب الوطني، ونتمنى ان شاء الله يبقى بدايه قبل المباراه الثانيه ان يتحقق في نتيجه مرضيه ان شاء الله، واللعيبه تحس بحضن استاد القاهره لان ليه انطباع خاص بالنسبه للعيبه كمان، فبالتالي المنظومه كلها بترتاح نفسيا مع استاد القاهره. الارضيه بتاعت الاستاد مستر كروش شايف ان هي افضل ارضيه موجوده في الاستادات حاليا في الوقت الحالي في ظل الظروف اللي هي الشتاء الشديد اللي كان موجود اللي فات، فالاسكندريه طبعا الملاعب لسه مش جاهزه قوي، فنتمنى ان شاء الله يبقى الاستاد كويس ان شاء الله. طيب الجماهير بقى، هل تحدد عدد الجماهير التي سيسمح لها بحضور المباراه؟ لا لا، لسه الامن هو اللي هيحدد طبعا، يعني الجهات كلها هي المعنيه هي اللي هتحدد عدد الجمهور، وفوري طبعا ان اخترنا رسمي هنعلن للناس كلها على عدد الجمهور ان شاء الله. نتمنى يعني امنياتك ايه؟ يعني ايه اللي نتمنى ان يكون عدد مساند للمنتخب المصري؟ لا بالنسبه لي انا اتمنى طبعا يبقى الاستاد مليان، استاد القاهره 72,000 كرسي، اقل من سلاح الجيش برج العرب 80,000 كرسي، فهو طبيعي الامن يعني بيسيب طبعا مساحات احتياطي والنواحي الامنيه، فاتمنى ان شاء الله انها توصل ل 50-60,000 ان شاء الله. نتمنى ذلك ويفتحوا لنا بقى وبعدين احنا خلاص بقينا خبراء في يعني تذكرتي والمؤسسات كلها بقت جاهزه بالنسبه لبيع التذاكر اونلاين بضوابط معينه، فاصبح موضوع التذاكر ده واحنا عملناه في البطوله الافريقيه. طبعا عملنا كل البطولات الكبيره والمباريات الهامه، خلاص الناس حافظت موضوع تذكرتي، ناس كتير داخله بياناتها موجوده بالظبط بالفان اي دي، الكاميرات موجوده في الاستاد، كاميرات كلها على اعلى مستوى، البنيه التحتيه طبعا من بطوله امم افريقيا اللي فاتت بقى عندنا استادات كامله من جميع النواحي الدوليه، فبالتالي ما فيش اي حاجه تقلقنا ان شاء الله، والدخول للمباراه بيبقى دلوقتي بالتطعيم للامور الاحترازيه، ما عندناش اي مشكله طبعا في تنظيم مباراه، احنا نزلنا بطولات على اعلى مستوى وكاس عالم في جميع الالعاب، وبقينا دلوقتي مصنفين من الدول الكبيره اللي تقدر تنجح اي كوره. امتى هيعلن عن فتح الباب وعدد الجماهير وكده حاج عامر؟ هي الجهات كلها طبعا لما تجي لنا عدد الجماهير الاول وبنقعد مع شركه تذكرتي وبناخد بقى المواعيد المناسبه بالنسبه للشركه والسيستم يتفتح امتى، كل الامور ديت لان المباراه طبعا زي ما حضرتك عارفه 24/3 المباراه الاولى، فبالتالي لسه عندنا من الوقت ان احنا نعمل الحاجات دي كلها ان شاء الله.